الشوط الختامي مشاهدينا الكرام بسم الله وعلى بركة الله، اللحظة الختامية من خلال هذه الأشواط المسائية التي سارت بتحديات المسافة وهي 1500 متر للمشتركات و1200 بالنسبة للصعوب في انطلاقة ختامية لهذا المساء الجميل والمساء الرائع الذي يجمعنا بكم في أرضية ميدان دستور لسباقات الهجن هنا في المرموم. نسير إلى المركز الأول وشاهين لحمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي هو السبي المسيطر على المركز الاول والمتقدم. فيما المركز الثاني شاهين ناصر بن سعيد بن مبارك بن عايد الاجتبي يحتل المركز الثاني. يلا يا هالي مزيد، هالي الظاهر يعني قادمين اليوم بقوه في هذا المساء. شوف المركز الثالث شاهين عبد الله بن حميد بن حارب المهيري، والمركز الرابع حشيم سعيد بن سالم او سعد بن سالم بن بخيت القمزي يحتل المركز الرابع. هكذا هي النتيجه، هكذا هي النتيجه، وبن ثعلوب مسيطر. شاهين يقدمه حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي يحتل المركز الاول، يحتل صداره الشوط، يحاول او الاجتبي الاجتبي. شوف اليوم لكن هناك القمزي يا قادم، القمزي قمز في هذا الشوط، قمز حشيم وانتزع المركز الاول. هنا سعد بن سالم بخيت القمزي، ولكن عبد الله بن حميد بن حارب المهيري. اهالي الحويه مشاهدينا الاعزاء يختتمون هذا السباق، يختتمون هذا السباق بكل قوه وبكل تحدي. تهانينا والنهار عبد الله بن حميد بن حارب المهيري على هذا الفوز، وفوز شاهين بالمركز الاول. المركز الثاني سعد بن سالم بخيت القمزي، المركز الثالث حمد بن سالم بن ثعلوب الاجتبي، المركز الرابع سعيد بن رايد بن غدير. هكذا ايها الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء تمت النهايه وكان الختام على الموعد. التوقيت الزمني براشد دقيقة وثلاثة واربعين ثانية. تالينا والناموس عبد الله بن حميد بن حارب المهيري. إلى هنا مشاهدينا الكرام ناتي إلى الختام، تقبلوا تحيات الجميع. وهنا سعيد بن راشد العويسي يقدم لكم أجمل تحية مسائية، وتحياتي محافظتكم محمد بضبيب الشامسي. نلتقي في الأسابيع المقبلة القليلة.